استنكر رئيس مجلس فرع حزب العدالة والبناء بنغازي رمضان الدرسي الأربعاء ما قامت به بعض المجموعات التي زورت منشورات تحمل اسم العدالة والبناء بصفة رسمية توزع في المظاهرة التي نظمت بميدان الشجرة تحت شعار تصحيح مسار الثورة. وأضاف الدرسي لوكالة أنباء التضامن أن الحزب لم يصدر أي بيان بخصوص هذه المظاهرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحزب يؤكد على ضرورة تطبيق قانون العزل السياسي، ولكن يستنكر وبشدة اتباع أسلوب التزوير والكذب والتضليل التي تتبعه هذه المجموعات. وأوضح رئيس مجلس فرع حزب العدالة والبناء بنغازي أن الحزب لم يشارك بشكل رسمي في تظاهرة اليوم نظرا لأنه لم تتضح الجهة التي تتبنى تنظيمها، وخوفا من تكرار سيناريو ما سمي جمعة إنقاذ بنغازي في 21 من شهر سبتمبر الماضي. ومعنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وليد ماضي. أهلا بك أستاذ وليد إلى المنارة FM. أستاذ وليد، استنكرتم ما نشر عن أنكم تقومون بتوزيع منشورات تحمل اسم العدالة والبناء، حدثنا عن هذا الموضوع أستاذ وليد. نعم أخي كريم، في الآونة الأخيرة تكررت هذه الظاهرة، هو نسب بعض الأخبار وبعض الأقاويل أو التصريحات والمواقف السياسية إلى حزب العدالة والبناء. نعم. بعكس ما يريد حزب العدالة والبناء. نحن اليوم تفاجأنا خلال اعتصام ميدان الشجرة الذي في هذا اليوم رغم عدم مشاركتنا فيه، إلى أن بعض الأشخاص يقوموا بتوزيع بيان منسوب إلى حزب العدالة والبناء وهو ليس البيان الصادر عن حزب العدالة والبناء بخصوص الموضوع المطروح داخل الاعتصام وهو موضوع العزل السياسي. ولكن الحمد لله رب العالمين نحن انتبهنا لهذا الأمر. نعم. بعض المواطنين الأفاضل نبهونا وأنزلنا بيان يعني يوضح هذه الفكرة ويوضح الموقف الصحيح لحزب العدالة والبناء بخصوص العزل السياسي. أستاذ وليد، نعرف جميعا أن حزب العدالة والبناء يرفض أن يتولى أزلام النظام، أو من لنقل بصراحة من كان يتبوأ منصب في عهد القذافي أن يتولى مناصب قيادية من جديد. ردك على هذا الموضوع أستاذ وليد. نعم، نحن أن مناقشة موضوع أو فكرة العزل السياسي هي من أهمية المكان في هذه المرحلة. نعم. أو أحد يعني متطلبات مرحلة ما بعد الثورة والتأسيس لنظام سياسي وحكم رشيد. نحن نقول أن مناقشة هذه الفكرة مهمة لسببين رئيسيين. السبب الأول أن مشاركة عناصر النظام السابق ستبقى على الدوام من عناصر عدم الاستقرار أو من عوامل عدم الاستقرار والتأثير سلبا على حالة الإجماع الوطني. هذه الوجوه التي تكررت بشكل كبير جدا وكانت متغلغلة في النظام السابق، وجودها وتكرارها من جديد هي استفزاز لكثير من الليبيين وبالذات الذين عانوا من ويلات هذا النظام. السبب الآخر ليضع أهمية لمناقشة فكرة العزل السياسي هو أنه لا يمكن لمن حمل ثقافة سيئة بالذات الوظائف التي ترتبط بالأمن على سبيل المثال، هؤلاء الناس الذين دأبوا على ممارسة الظلم، ممارسة الوشاية، ممارسة السداد ضد المواطنين الأبرياء، لا يمكن لمن حمل هذه الثقافة أن يغير ثقافته بسهولة، ولا يمكن له بالتالي أن يؤسس لواقع جديد ومؤسسات جديدة وأعراف وتقاليد تتنسجم مع ما يتطلع إليه الليبيون من دولة العدل والمساواة والقانون. ولكن هناك نضع بعض النقاط المهمة، نحن نضع شروط لمناقشة هذا الأمر. الشرط الأساسي هو أن لا يكون قانون العدل السياسي مفصل على شخص بعينه. نعم. أو فيه حتى شبهة أن هناك طرف سياسي يحاول أن يفصل قانون عدل سياسي لإبعاد طرف آخر. يجب أن يتم مناقشة فكرة العدل السياسي من خلال حوار شفاف، حوار موسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني وكل أطياف المجتمع الليبي. نحن ندعو إلى مناقشة الفكرة وليس مناقشة مسودة بعينها. الفكرة مراحل ضرورية لهذه المرحلة، ولكن أيضا التوافق الوطني والحد الأدنى من هذا التوافق هو قبل كل شيء وهو في المقام الأول. لذلك ندعو إلى مناقشة هذه الفكرة ولكن بشرط أن تكون بعيدة عن الاستقطاب ونتجنب عملية التخنق والانقسام حول هذه الفكرة.
أستاذ وليد، برأيك من الذي قام بتزوير هذه المنشورات وقام بتوزيعها في هذه المظاهرة؟ من تتهمون بهذه المنشورات؟ نحن أخي كريم منهجنا أننا لا نتهم أحد ولا نظن السوء بأحد. هناك بالتأكيد تدافع بين الحق والباطل وبين الخير والشر. ليس من منهجنا أن نحاول أن نضع الاتهام على الآخرين أو أن نشير حتى ضمنا بالإجريحات أو بالتنميحات. نعم. أقصد أستاذ وليد، من مصلحة من؟ مصلحة من أن يقوم بهذا الفعل يعني؟ مصلحة من برأيك؟ والله أخي كريم، يعني من جعلهم تعرفونهم، هناك بالتأكيد من لا يريد حتى طرح مجرد فكرة موضوع العزل السياسي. قد يكون هؤلاء هم مستفيدون. نحن دائما نشير أن هناك أعداء لهذه الثورة، أعداء لهذا الوطن، هم من قامت عليهم هذه الثورة. أقصد هم النظام السابق أو من بقى من النظام السابق أو يحاول أن يجعل النظام السابق أكثر ديمومة واستمرارية ولكن في أشكال أخرى. أخي كريم، أحب أن أوضح نقطة هنا. هناك ما يسمى دائما ما بعد الثورات مصطلح الدولة العميقة، بمعنى أن يسقط النظام ولكن تبقى شكليا وظاهريا يسقط، ولكن تبقى أركان هذه النظام متغلغلة في الدولة، تمسك بزمام الأمور، تمسك بمفاصل الحكم، مفاصل القرار، ويكون التغيير بالتالي في وجود هذا الشكل تغيير صعب. هذا ما يسمى السياسة الدولة العميقة. كل الدول التي قامت بثورات عانت في مرحلة ما بعد الثورة من مصطلح الدولة العميقة، أي أركان النظام السابق الذين يحاولون أن يعجلوا مشروع الثورة أو أن يقولوا للشعب بأن هذه الثورة كانت خيار خاطئ. نعم. يعرقل الاستقرار، يعرقل النمو، الاقتصاد، يعرقل التحول إلى دولة مستقرة، دولة المؤسسات الدستورية. أستاذ وليد، أسألك، أنتم ترفضون أن يتولى الذين كانوا يتولون مناصب في عهد القذافي مناصب من جديد، لماذا لم تشاركون في هذه تشاركوا في هذه المظاهرة؟ السؤال. أخي كريم، نحن نرى أن هذه المرحلة بالذات مرحلة دقيقة وحساسة. تحريك الشارع وإجراء المظاهرات بدون دراسة وفي هذه الأجواء المشحونة، هذه الأجواء المتوترة، في ظل عدم وجود أجهزة أمنية مركزية تتبع للدولة، في ظل عدم حالة استقرار وانسجام، فتحريك الشارع دائما محفوف بالمخاطر. نعم. أمن المواطن وأمن الناس وحتى في حالة الاستقرار نحن حريصين عليها بشكل كبير جدا، لذلك نحن لم نشارك. هذا هو السبب الأساسي في عدم المشاركة. رغم ذلك نحن أصدرنا البيان السياسي الذي يوضح الموقف. نحن مع الفكرة ولكننا ضد تهييج الشارع بأي شكل من الأشكال. ندعو إلى إبراز الأفكار بشكل سلمي، المحافظة على السلم الاجتماعي، المحافظة على الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع. الأستاذ وليد ماضي عن حزب العدالة والبناء، كنت معنا عبر المنارة FM، شكرا جزيلا لك.